السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطبيق موجود على جوجل بلاي اسمه ستريت كومبليت. ده بيعمل ايه؟ ده بيخليك تحط التفاصيل جوه المباني وحوالين المباني. يعني بعد ما عملنا الخرايط زي ما اشتغلنا على 10 من رمضان، تقدر بقى تدخل تعمل مثلا تقول له ان في هنا مكان عشان تركن العجلة بتاعتك. المكان ده ايه المواصفات بتاعته؟ بيفتح الساعة كام؟ ايه الايام الاجازات بتاعته؟ وهكذا. يعني تبدأ تحط كل التفاصيل بتاعت المكان، سواء انت كنت شغال فيه او انت المكان ملكك او انت زرت المكان. هل في مشكلة في الرود، الطريق نفسه، في حاجة مثلا اصلاحات دلوقتي، ايه الحاجات اللي ممكن نعملها ريسايكل، وهكذا. فتفاصيل تفصيل، لان الاوبن ستريت ماب بيشتغل كمان جوه المباني. يعني ممكن انا اكون في مول وعايز اروح جوه محل معين، فهو يديني المسارات عشان اوصل للمكان دوت. فنبدأ ان احنا نحط كل التفاصيل بالتعاون مع باقي البرامج. زي ما احنا قلنا اوبن ستريت ماب هو اوبن سورس، فانت ممكن تعمل اي تطبيق وتاخد كل المعلومات الموجودة في الاوبن ستريت ماب واستفاد منها في التطبيق بتاعك.